تعملي كويس. ده حلم حياتي، عملت كل حاجة عشان أقرب منه. قلت عليك للدرجة دي؟ محاولتين للقتل وفي يوم واحد. أخرج أنت بره الموضوع ده خالص. مين اللي عايز يموتني؟ يعني فتحي نفد؟ ده اسمه كلام يا كبير. في تلميحات في كلام حضرتك غير مقبولة. أنا ماليش ذنب في اللي حصل. أنت شربتي من نفس الكاس. أنا أعرف إن مفيش حد في الدنيا يقدر يملى مكانك. بس أنا بحاول. طارق الله يرحمه كان ظابط كفر وشريف. اللي زي ميرفت دي صياعة. ده أنا انكتب لي عمر جديد يا باشا. أنا مش عارفة هفضل عايشة لحد إمتى في الرعب ده. أنا كنت خلاص سبت السكة الشمال دي من زمان. أنا ولعبت يا زهر واتبدلت لحوار وركبت أول موجة في سكة الأموال. أنا ولعبت يا زهر. يعني شكر الباشا يبقى زي الاطرش في الزفه. مش عايز اي حد يعرف اي حاجه عن اللي حصل. الحكايه كده ابتدت تتشكل وتبان اكتر. انا محامي مش مجرم. النهارده انا اللي هضرب وانت اللي هتتوجع. مفيش تفاهم بينا. اهدى يا فتحي. نسيت سلاح احسن تموتينا. ليه بعيد كده؟ انا مين؟ انا فعلا محتاج اعيش. شطرنج الجزء الثالث غدا 9 مساء ويعاد في 1 صباحا حصريا على الحياه.